يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعاليات مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، والتي أعلن عن انطلاقها أمس في 16 محافظة. ويأتي ذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. وتشمل تلك الفعاليات تعبئة وتوزيع أكثر من 1,000,000 كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 160 ألف وجبة و 30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي تلك المحافظات بمشاركة متطوعي التحالف. وكان للأطفال نصيب من المبادرة، وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم تزامنا مع اقتراب الشهر المبارك.